كنا ان شاء الله حالا هنراجع جزء البلد كله بقى اللي احنا طالبين فيه. طبعا البلد اتشرح او محاضرتين اتنين، المحاضره الاولى كان فيها جزء الانترودكشن، كان اول حاجه العناوين بس كده افتكر معايا، كان فيها جزء الانترودكشن، كان فيها جزء الهيميوستيزس، كان فيها جزء البلد كواجليشن. المحاضره الثانيه لما جينا اتكلمنا فيها كان اول عنوان فيها هو الانتي كواجلانت، والعنوان الثاني هو الهيموراجيك ديزيز. ده طبعا الخمس عناوين اللي موجودين عندنا في كتاب البلد. كتاب البلد في الامتحان هيكون جزء بسيط من الاسئله الا اذا حصل عكس كده، بس كمان ده متوقع يعني. الجزء الكبير هيبقى كتاب الريسبيريشن، ياتي بعده كتاب الاي ان اس، ياتي بعده كتاب البلد. ولكن اسئله البلد في الامتحان برضه هي ما زالت اسئله، ما زال عليها درجات، وما زال الجزء مهم جدا. الصوت يا شباب مش الكرسي بس، ما زال الجزء مهم جدا، وما زال الجزء انت مطالب انك تكون عارف كل كلمه فيه كويس ان شاء الله. اسئلته متوقعه، اسئلته هتبقى بسيطه عليه، عشان كده النهارده بتحس الموضوع ان شاء الله خفيف، ويا رب يبقى بكره خفيف في الامتحان ان شاء الله. انت لو مذاكر كويس، لو فاهم كويس، لو متابع الحاجات اللي كنت بقولها ان شاء الله ان شاء الله، مهما كان درجه صعوبه الامتحان بكره فيبقى امتحان خفيف عليك باذن الله. بالنسبه للبلد افتح لي اول حاجه، يلا عايزين نتكلم عن اول عنوان معانا في البلد وهو الانترودكشن. في حاجات كده هتلاقينا واحنا ماشيين بقول لك لا دي خلاص معاكش لها لازمه، انت عرفت المعلومه الكبيره فالمعلومه التافهه معاكش لها لازمه بالنسبه لك. بالنسبه للبلد بادئ اول حاجه في الانترودكشن بيقول blood is vital fluid with many function. طبعا الدم وسائل مهمه في جسمنا، له وظائف كتيره. نخش على طول في الكومبوزيشن اوف بلاد، تركيب الدم كان 55% بلازما و45% سيلز. ده اول حاجه ممكن نحتاجها، ان مين الجزء الاكبر في الدم؟ هو البلازما بيمثل 55% بينما السيلز تمثل 45%. السيلز عندنا مقسمه الى ثلاث حاجات، يا اما الريد بلاد سيلز، يا اما الوايت بلاد سيلز، يا اما البليتلت. الكلام ده كله خلاص بقى تافه بالنسبه لحد في كليه. الريسبيريشن كجنرال، كاول جنرال فانكشن للبلد هي الريسبيريشن. احنا خدنا كتاب الريسبيريشن نفسه وعرفنا ان كان الدم ليه حاجه اسمها ريسبيراتوري فانكشن، كان بينقل الاكسجين من اللنج للتيشو والسي او 2 من التيشو للنج، فالمعلومه بقت تافهه بالنسبه لك. زائد ان هو برضه بينقل النيوتريشن المغذيات للخلايا، والخلايا لما ينتج عنها فضلات ده كان بيعمل لها اكسكريشن، يعني كان بياخد الفضلات، كان الويست برودكت، كان بيشيل الهرمونات، كان بيلعب دور في المناعه، كان بيساعد على تجلط الدم، كان بيساعد على توازن الميه، والكلام ده كله خلاص ما قلتش يعني. انت وانت بتذاكر ما تقراهوش اصلا، ما تقراهوش، ما تقفش نفسك بيه خالص. بالنسبه للبلد فيسكوستي، لا نبدا عايز عنوان البلد فيسكوستي ده بقى. عنوان البلد فيسكوستي ده اول عنوان احنا محتاجينه في جزء الانترودكشن، انك تهتم بيه كويس جدا في المذاكره. يعني ايه كلمه بلد فيسكوستي؟ دي معناها لزوجه الدم. ويعني ايه لزوجه الدم؟ لزوجه الدم معناها مقاومه الدم ان ياخد شكل الحاجه الموضوع فيها، او بمعنى اصح الدم ما بياخدش شكل الحاجه اللي بتحط فيها بسهوله. في فرق بين انك تكون معاك ميه ومعاك عسل وتحط الميه في كوبايه والعسل في كوبايه. الميه في لحظه بتاخد شكل الكوبايه، العسل بيتاخر شويه. ليه؟ لان اللزوجه بتاعته اعلى، ده معنى اللزوجه، ان السائل ما ياخدش شكل الاناء اللي محطوط فيه بسهوله. مكتوب عندك بيقول viscosity means that fluids السوائل resist change in their shape، السوائل بتقاوم التغير في شكلها. العنوان ده مش الحته دي مش عاوز، انا عاوز اللي بعدها بقى واللي بعدها. بيقول لي viscosity is formed of، ما هو سبب الفيسكوستي؟ سبب الفيسكوستي هو رقم واحد البلاد سيلز، رقم اثنين البلازما بروتين. وان شاء الله حالا لما ناخد البلازما بروتين لازم تقول لي مين من البلازما بروتين اللي بيعمل الفيسكوستي. هيطلع ساعتها ان شاء الله الالبيومين، وهنعرف مين اللي بيخشوا معانا برضه الفايبرينوجين، وهنعرف كل حاجه ديت حالا. بس اول حاجه تعرفها لي ان البلاد فيسكوستي مين اللي مكونها، مين ومين؟ البلاد سيلز والبلازما بروتين. وتعرف ان لزوجه الدم هي خمس اضعاف لزوجه الميه بتتسيل فيها برضه. لزوجه الدم بتكون 5 تايمز از فيسكوستي اوف ووتر. السؤال الاهم على الاطلاق، الفيسكوستي مهمه في انها تكون ما يسمى بالبريفرال ريزيستنس. والبريفرال ريزيستنس ده هي عباره عن قوه بتكون موجوده بداخل الاوعيه الدمويه، القوه دي هي اللي بتسبب ان يبقى في حاجه اسمها ضغط دم، ارتيريال بلاد بريشر. هتعلمني على الاثنين دول بعد اذنك، عشان لما اجي اسالك في الامتحان واقول لك هو مين المسؤول عن البرودكشن والبريفرال ريزيستنس؟
الفيسكوستي. لو جيت سالتك مين الخاصيه المسؤوله عن المينتيننس اوف ارتيريال بلاد بريشر تبقى برضه الفيسكوستي. بعد كده بالنسبه للريجوليشن في عندنا اربعه ريجوليشن: ريجوليشن اوف بلاد تمبريتشر، ريجوليشن اوف اسيد بيس بالانس، ريجوليشن اوف الكترولايت، وريجوليشن اوف هرمون سكريشن. كله كلام بيتكرر بس هنبص على حته في الريجوليشن اوف بلاد تمبريتشر. عايزك تعرف ان سوائل الجسم بتخزن كم كبير من الحراره، بودي فلويد ستور جريت كوانتيتي اوف هيت. انا عايز السطر ده. سوائل جسمك بتخزن كم حراره كبير، لان سوائل الجسم بما فيها الدم ليه هاي سبيسيفيك هيت. هاي سبيسيفيك هيت معناه حرارته النوعيه عاليه، وانا محتاج الكلمه دي انك تبقى عارف بقى ان بيكون في حراره نوعيه بيكون ليه هاي سبيسيفيك هيت، واي حاجه ليها حراره نوعيه عاليه بتخزن، الباقي كله مش محتاج منه اي حاجه خالص. يبقى انا لو جيت على الانترودكشن كلها، الانترودكشن كلها انا محتاج منها حاجه واحده بس، هي مين؟ الفيسكوستي. تعالى كده نعرف يعني ايه فيسكوستي تاني. هو يعني ايه فيسكوستي؟ ان الفلويد ريزيست للتشينج ان زير شيب. مين المسؤول عن الفيسكوستي؟ بلاد سيل والبلازما بروتين. الفيسكوستي بتاعه الدم بتعادل 5 أضعاف الفيسكوستي بتاعه الميه، وهي المسؤوله عن انتاج قوتين: البريفرال ريزيستنس والحفاظ على ارتيريال بلاد بريشر. البلازما كانت بتمثل كام في الميه من تركيب الدم؟ 55%، بينما السيلز كانت 45%. وفي العنوان ده انا باكد في جزء الانترودكشن انا محتاج بس الفيسكوس، والانترودكشن بتاع اي كتاب ما بتتسالش فيها كتير، ما بالك الانترودكشن بتاع الدم الموضوع اقل شويه. ولكن من اول عنوان البلازما قد تسال في اي كلمه، من اول البلازما بقى اي سؤال ممكن تتساله في الحته دي. وتعالوا يلا نشوف احنا عايزين نعرف ايه في البلازما وناكد على كل حاجه محتاجينها في البلازما. البلازما بيقول هي بارت من الاكسترا سيلولار فلويد. ولما كنا بنشرح قلنا سوائل الجسم يا اما تبقى جوه الخليه يا اما تبقى بره الخليه. لو جوه الخليه بنسميها انترا سيلولار، لو بره الخليه بنسميها اكسترا سيلولار. والاكسترا سيلولار ده قلنا ان هو احتمالين اتنين، يا يبقى في النسيج سميناه انترستيشيال، يا يبقى في الوعاء اللي هو البلازما. يبقى احنا عندنا السوائل في جسمنا يا اما جوه الخلايا اسمها انترا سيلولار، يا اما بره الخلايا اسمها اكسترا سيلولار. بره الخليه ده فين؟ يا بين الخلايا في النسيج نسميها انترستيشيال، يا جوه الوعاء تبقى البلازما. يبقى مين الاثنين الاكسترا سيلولار بتوعنا؟ البلازما والانترستيشيال. هل الاثنين شبه بعض؟ بيقول لك الاثنين تقريبا شبه بعض في كل حاجه الا حاجه واحده بس، وهي تركيز البروتين. عشان كده تلاقي عندك بيقول ايه؟ البلازما هي جزء من الاكسترا سيلولار فلويد اولموست ايدنتيكال، تقريبا شبه ومتطابقه مع الانترستيشيال. ومين الانترستيشيال ده؟ ده الثاني بتاع الاكسترا سيلولار اللي هو في النسيج. بيقول لي تقريبا البلازما بتكون متطابقه مع الانترستيشيال ما عدا حاجه واحده بس بتتسال بقى في الامتحان. يقول لك ايه الفرق بين البلازما والانترستيشيال؟ هيبقى تركيز البروتين، تركيز البروتين، لان كم البروتين في البلازما بيكون من 6 لـ 8%، بينما كم البروتين في الانترستيشيال بيبقى 2% او اقل. بمعنى اصح تركيز البروتين اعلى في مين؟ عن مين؟ في البلازما اكتر من الانترستيشيال. وعاوزك في الجزء اللي بعدها وات ذا كومبوزيشن اوف بلازما. تركيب البلازما كان عندنا 90% ووتر و10% حاجات تانية. انا عاوزك تتعلم على 90% ووتر، 90% ووتر، وهتنزل على كلمة بلازما بروتين هتلاقي تركيز البلازما بروتين موجود عندك 7.1%. احنا لسه قايلين ان هو من كام لكام؟ من 6 لـ 8. المتوسط بتاعنا 7، المتوسط بتاعنا 7. انا كل ما اخد صفحة كل ما امشي شويه نراجعها برضه تاني. وانا كنت قلت سؤال ان الفيسكوستي بتاعت الدم قد ايه من الميه؟ 5. تمام. امال لو قلنا نسبه البروتين في البلازما كام؟ 7.1. طب لو عاوزينها رينج من 6 لـ 8، امال نسبه البروتين في الانترستيشيال بتبقى كام؟ بتبقى 2. تعالوا نبص على البلازما بروتين. البلازما بروتين عندنا 4 انواع: البيومين، جلوبولين، فايبرينوجين، بروثرومبين. البيومين، جلوبولين، فايبرينوجين، بروثرومبين. دول الاربعه بلازما بروتين اللي احنا هنتكلم عنهم.
في كل واحد من ده انا عايزك تعرف لي مين الاكتر ومين الاقل ووظيفه كل واحد ايه. تعالوا نبص على واحد واحد فيهم. اول واحد هو القلب يومين تركيزه بيكون من 4 ل 4 ونص، والارقام انا محتاجها. التركيز بيبقى من 4 ل 4 ونص وده اعلى تركيز، بينما هو اقل حجم على الرغم من ان البروسترون بيبقى اقل منه، بس احنا بنتعامل مع القلب على انه اقل حاجه. يبقى اعلى تركيز هو مين؟ القلب. واقل حجم هو مين؟ هو القلب يومين برضه. ياتي في المرتبه الثانيه بعده الجلوبلين. الجلوبلين بيكون 2.5 جرام، وبيقول لي ان الحجم الجزيئي بتاعه بيبقى كبير شويه، بينما الفايبرينوجين بيبقى 300 مللي جرام. خد بالك 300 مللي جرام يعني 3/10 جرام. هو الاول كان كام؟ من 4 ل 4.5 جرام، والثاني 2.5 جرام، والثالث 3/10 جرام اللي هي بتعادل 300 مللي، عشان ما يلعبلكش في الوحدات وتتلخبط. بينما البروسترومبين 10 مللي جرام يعني 1/100، 1/100 جرام. ياتي السؤال في الحته دي، من هو البلازما بروتين اللي ليه اعلى تركيز؟ وانت بكره في الامتحان لازم هتلاقي سؤال او اثنين على البلازما بروتين دول. مين هو البلازما بروتين اللي ليه اعلى تركيز؟ قلبه. مين هو البلازما بروتين اللي ليه اقل تركيز؟ اقل تركيز هو البروسترومبين. طب سؤال، مين هو البلازما بروتين اللي ليه اعلى حجم جزيئي؟ الفايبرينوجين. هل فاكر الاسئله دول؟ وهكررهم تاني اهو. اول سؤال، مين هو اعلى تركيز؟ اعلى تركيز البيومين. طب مين هو اكبر حجم؟ فايبرينوجين. امال مين تقريبا اقل تركيز؟ البروسترومبين. واي بلازما بروتين بيتصنع في الليفر؟ اي بلازما بروتين بيتصنع في الليفر ما عدا الجاما جلوبل. وخد بالك انا بقول الجاما تحديدا، لان الجلوبلين منه الفا وبيتا وجاما. الفا بيتصنع في الليفر، بيتا بيتصنع في الليفر، بينما جاما بيتصنع في البلازما سيل. عشان كده هيجيب لك السؤال في النقطه دي بطريقتين، يا اما يقول لك اول بلازما بروتين ار فورمد ان الليفر اكسبت، او يجيب لك ويتش اوف ذا فولوينج بلازما بروتين ازنت فورمد ان الليفر، او يجيب لك ويتش اوف ذا فولوينج بلازما بروتين از فورمد ان بلازما سيل او ان ريتيكولو اندوثيليال سيستم. يبقى مين البلازما بروتين اللي بيتصنع بره الليفر؟ الجاما جلوبلين. بيتصنع من مين؟ من البلازما سيل في الريتيكولو اندوثيليال سيل. اعلى تركيز مين؟ البيوم. اقل تركيز بروسترومبين. اعلى حجم جزيئي فايبرينوجين. كلهم بيتصنعوا في الليفر ما عدا الجاما جلوبلين بيتصنع فيه بلازما سيل. وظيفتهم البيومين اوزموتيك، البيومين اوزموتيك بريشر، كولويد اوزموتيك بريشر هو المسؤول عنها. الجلوبولين مناعه ديفنس، الفايبرينوجين تجلط، ولزوجه بروسترومبين تجلط بس. وهنعدي الديش كمان شويه لما ناخد الوظائف بالتفصيل، بس انا عايزك تبقى فاهم حالا في دماغك الاتي، مين بتاع الكولويد اوزموتيك بريشر؟ البيوم. مين المسؤول عن التجلط؟ اثنين فايبرينوجين وبروسترومبين. مين المسؤول عن الفيسكوستي؟ اكبر واحد خالص هو مين؟ الفايبرينوجين. من شويه قلت لك الالبيوم بيلعب دور في الفيسكوستي، بس انا مش عاوزك كده في الامتحان، في الامتحان عاوزك تقولها فايبرينوجين. فايبرينوجين وقلت لك الفانكشن هتيجي حالا وتبان اكتر. تعالى كده قبل ما نقلب الصفحه دي، هي البلازما كام في المية ووتر؟ 90. البلازما مرتبطة في تركيبها مع مين؟ مع الانترستيشن، ما عدا بلازما بروتين يمثل من 6 لـ 8 في البلازما، والرقم 7.1، بينما في الانترستيشن يمثل 2% تقريبا. عندنا كام بلازما بروتين؟ 4. أولهم قلبي، وده الاعلى تركيز اللي بيتصنع في الليفر اللي بيلعب دور في الاوزموتيك بريشر. رقم 2 اسمه جلوبولين اللي تركيزه 2.5، اللي بيتصنع في الليفر اللي وظيفته ديفنس مناعه. الثالث هو الفايبرينوجين اللي هو ليه اعلى حجم جزيئي، وبالتالي هو اللي بيتحكم في الفيسكوستي وبيلعب دور في التجلط، بينما البروسترومبين هو الاقل
تركيز واللي بيلعب دور في التجلط، كلهم بيتصنعوا في الليفر ما عدا الجاما جلوبين اللي بيتصنع فيه بلازما سيل. تعالوا نبص على الوظيفه واخد الوظائف السهله الاول. مين اللي بيلعب دور في البلاد كلوتنج؟ بص على رقم 2، مين اللي بيلعب دور في البلاد كلوتنج؟ عرفناهم خلاص، فايبرينوجين وبروثرومبين. مين اللي بيلعب دور في الفيسكوستي؟ فايبرينوجين وجلوبين. انا في اول حصه قلت البيوم، دي سهوه يا جماعه، انا قلت في اول حصه عشان ما حدش يثبتها في دماغه، البيوم اللي قلت في اول حصه دي كانت سهوه مني بس مش اكتر. الفيسكوستي احنا قلنا هي الفيسكوستي، مين اللي كان مسؤول عن الفيسكوستي اصلا؟ لا، مين اللي كان بيعمل الفيسكوستي في اول في الانترودكشن؟ السيلز وبلازما بروتين. انهي بلازما بروتين بقى؟ الاثنين الكبار اللي هم مين؟ فايبرينوجين وجلوبولين. امال مين المسؤول عن البلاد كلوتنج؟ فايبرينوجين وبروثرومبين. اظن لما جينا حلقنا الام سي كيو سوا في الميد كنت جايب لك اسئله كتيره جدا على النقاط دي، مين بيعمل كذا؟ مين بيعمل كذا؟ مين بيعمل كذا؟ مهمه جدا الاسئله دي يا جماعه، مهمه جدا الاسئله دي. كارير، بقول لي كلهم بيبقوا كارير، بس احسن كارير انا بقولها لك، هو احسن كارير هو الالبيوم. احسن كارير هو الالبيوم. بتقدر تعرف حاجه بقى، اي ماده في الدم بتتشال على بلازما بروتين الجسم ما يتخلصش منها بسهوله، يعني تفضل في الجسم فتره طويله. عشان كده تلاقيه بيقول لك ان البلازما بروتين كاري. انا عايز كلمه كاري، كاري ايه؟ بيشيل حاجات كتير قوي، بس انا عايز كلمه كاري. ولما يشيل حاجه بريفنت زير رابيد اليمينيشن ان يورين، يعني يخليها ما تفقدش في البول بسرعه، يعني بمعنى اصح تفضل في الجسم، فيحصل انكريز زير هاف لايف. يجي يسالك كده يقول لك سبستنس، ماده كاريد اون بلازما بروتين اتس هاف لايف انكريز ديكريز نوت افكتد. الهاف لايف ده معناها فتره بقائها في جسمك، بتزيد ولا بتقل ولا ما تاثرش؟ لا بتزيد. يبقى اي حاجه بتشعب بلازما بروتين ما تفقدش من الجسم ففتره عمرها بتزيد. بعد كده بالنسبه للاميونيتي، مين اللي كان بيلعب دور في الاميونيتي؟ الجلوبولين. انهي نوع من الجلوبولين؟ الجاما جلوبولين. امال مين المسؤول عن الكلوتنج؟ فايبرينوجين وبروثرومبين. فوق معايا كده وخلص الكلوتنج، ما تروحش تذاكره، مش محتاج انك تروح تذاكره بعد الحصه بقى خلاص. البلاد كلوتنج فايبرينوجين وبروثرومبين، الفيسكوستي فايبرينوجين وجلوبولين. امال مين اللي كان بيلعب دور في كارير؟ انا قلتها لك البيوم، بس انا عاوز اهم كلمه هنا، الحاجة اللي بتتشال على بلازما بروتين الجسم ما ينزلهاش بسهولة فتفضل فترة طويلة، يعني انكريز الهاف لايف. بعد كده موجود عندك مين اللي بيلعب دور في المناعة؟ الجاما جلوبال. امال بالنسبة للكابيلاري بيرميابيليتي بقى، كلمة كابيلاري بيرميابيليتي معناها ان الوعاء يرشح مية، لان الوعاء بيكون فيه ثقوب، البلازما بروتين بتيجي على الثقوب دي تسدها، البلازما بروتين بتيجي على الثقوب تسدها، فتحافظ على البرميابيليتي نورمال. انا ما قلتش بتزود، انا قلت بتحافظ عليها نورمال. بس السؤال الاهم هنا هو لو البلازما بروتين قلت ايه اللي يحصل للثقوب دي؟ تخيل ان في خرام كتيره مقفوله بحاجات، الحاجات اللي قافلاها قلت، فالثقوب ترشح ميه فالبرميابيليتي تزيد. يعني علاقه عكسيه بين مين ومين؟ من البرميابيليتي وتركيز البلازما بروتين. عشان كده مكتوب عندك بيقول البلازما بروتين كلوز البورز، بتقفل الثقوب في الكابيلر في السيمنت سبستنس، يعني في الجدار بتاع الوعاء الدموي. وبالتالي الكلمه عندك مكتوبه مينتين، ومينتين يعني خليه نورمال، ما قلتش يزود ولا يقلل، انا قلت مينتين بيحافظ عليه نورمال. بس لازم تعرف ان لو البلازما بروتين قلت البرميابيليتي هتزيد، لان العلاقه علاقه عكسيه، واكتبها عندك كده، العلاقه علاقه عكسيه. سسبنشن اوف ار بي سيز، مين اللي يعلق الار بي سيز يخليها ما تنزلش لتحت؟ مكتوب عندك بيقول الفايبرينوجين والجلوبولين اللي هم بتوع مين؟ اللي هم بتوع الفيسكوستي. وخليك فاكر بتوع الفيسكوستي هم اللي بيعلقوا كرات الدم الحمراء، فيخلي
يخلوها ما تترسبش، فيبقوا مهمين للتحليل اللي اسمه الاي اس ار اللي بنقيس فيه ترسب كرات الدم الحمراء. كمان مره اهو، انت لو جبت عينه دم وقطف انبوبه وسبتها من غير طرد مركزي ولا حاجه، خدنا الكلام ده في العمل، لو خدت عينه دم في انبوبه وسبتها المفروض كرات الدم الحمراء تبدا بتقولها تنزل لتحت. مين بقى البلازما بروتين اللي خليها ما تنزلش؟ بتوع اللزوجه اللي هم فايبرينوجين وجلوبلين، بيعملوا سسبنشن يعلقوها، معنى كده بريفنت السيدمنتيشن، بيمنعوا ترسبها، يبقوا مهمين للاي اس ار. وقبل تقلب الصفحه هات لي الاسيد بيس بالانس واكتب لي عندك سؤال امتحان. الاسيد بيس بالانس ده سؤال مهم جدا، اللي هو البفر. البفر سيستم بيكون مكون من ايه بقى؟ بقول البفر سيستم بيكون مكون من، ادي اول سؤال تتسال فيه في الحته دي، وي اسيد والملح مع سترونج بيز، ويك اسيد والسولت مع سترونج بيز، ويك ايه؟ اسيد، ما يلخبطهاش ويقول لك سترونج اسيد، ما يلخبطهاش ويقول لك ويك بيز، انت ويك اسيد مع سولت من سترونج بيز. طبعا عند النورمال بي اتش اوف بلاد، يعني لما تكون البلاد بالطبيعي بتاعه اللي هو 7.4، البلازما بروتين بتكون موجوده في صورتين، صوره اسمها بروتينيك اسيد، والبروتينيك اسيد هو الويك اسيد معاه صوديوم بروتانيت، ده الملح مع سترونج بيز. بص كده، هو اي بفر سيستم، اي بفر بعيد عن الدم، اي بفر مكون من ايه زائد ايه؟ ويك اسيد والصوت بتاع سترونج بيز. طب لو بنتكلم عن الدم بقى، مين الويك اسيد ده؟ البروتينيك اسيد. مين السولت وز سترونج بيز؟ الصوديوم بروتانيت. فيسالك هنا يقول لك بفر سيستم از كومبوزد اوف، ويجيب اختيارات، او يسالك يقول لك الويك اسيد بتاع البفر سيستم بتاع الدم هو مين، ويجيب اختيارات، او يسالك السولت بتاع السترونج بيز بتاع البفر سيستم بتاع البلد هو مين، ويجيب اختيارات. طب تعالوا نشوف بقى لو حاجه باظت في الدم ازاي البفر سيستم بيعالجها. هو البي اتش بتاع الدم كام؟ 7.4. تعالوا نلعب فيها ونشوف ايه اللي بيحصل. هو بفر سيستم يعني ايه اصلا؟ بفر سيستم ديت معناها انت عندك بي اتش ثابته، زادت ترجعها لطبيعتها، قلت ترجعها لطبيعتها. فاحنا عاوزين نلعب في البي اتش بقى، هنلعب في البي اتش ونشوف البفر سيستم بيرجعها لطبيعتها ازاي. بيقول لي ات اكت اس بفر سيستم بريفنت الاكسشينج في البي اتش. كلمه بريفنت الاكسشينج في البي اتش ده تعريف البفر سيستم. البفر سيستم هو النظام اللي بيمنع تغير كبير في البي اتش. تعالوا نعمل اول مشكله وهي اضافه اسيد، وخد القاعده دايما، هتضيف حاجه البفر سيستم يمسك معاها عكسها. يعني لو ضفت اسيد البفر سيستم يحط معاها الجزء اللي هو البيز، امال لو ضفت حاجه الكلاين البفر سيستم يحط معاها الحاجه الاسيدك. فدايما ميزه الدم ان عنده الاثنين، الاسيد والبيز، فانت شوف انت هتضيف له مين، هو يحط لك الثانيه فتعادلها. يبقى انا لو ضفت لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد ده اسيد، يبقى الدم هيحط لي عليه صوديوم بروتانات. طب لو ضفت ان اي او اتش اللي هو الالكالاين، الدم هيقوم حاطط لي عليه البروتينيك اسيد. ودايما هتحط حاجه في ناحيه هتطلع الثانيه الناحيه الثانيه، وخليك فاكر المعدلات. يعني انا لو عندي لاكتيك اسيد حطيت في الدم لاكتيك اسيد، يقوم الدم جايب لي صوديوم بروتانات، يبقى لازم الناحيه الثانيه هينتج بروتينيك اسيد مع صوديوم لاكتيت. امال لو ضفت ال ان او اتش ده حاجه الكلاين، يبقى احط لها الحاجه الاسيدك اللي هي مين؟ البروتينيك اسيد، يبقى لازم ينتج الناحيه الثانيه الصوديوم بروتانات مع الميه. بمعنى اصح في الدم في قاعده بتمشي كالاتي، هتحط ماده هحط لك الماده اللي عكسها، وينتج في المتفاعلات الماده الثانيه بتاعتي. هو الدم فيه مادتين اتنين كبفر، مين ومين؟ بروتينيك اسيد وصوديوم بروتانات. لو حطيت اسيد يمسك معاه صوديوم بروتانات وينتج الناحيه الثانيه البروتينيك اسيد. طب لو حط الكلاين يمسك معاه البروتينيك اسيد وينتج الناحيه الثانيه صوديوم بروتانات. يبقى لازم يكون في واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي على حسب مين الماده اللي ضفتها للدم. هو البفر سيستم مكون من ايه؟ ويك اسيد والسولت بتاع سترونج بيز. مين الويك اسيد في الدم؟ بروتينيك اسيد. مين السولت وذ سترونج بيز؟
صوديوم بروتانين. اسمع السؤال ده بعد اذنك بقى. If an acid is added to blood, لو ضفنا acid للدم, which of the following substance neutral, neutral معناها بتعادل الاسيد ده؟ هتقول له مين؟ صوديوم بروتانين. طب لو ضفنا الكلاين يبقى البروتينيك اسيد. فممكن ما يسالكش سؤال مباشر على البفر, يجيبوا لك بطريقه كيس اللي هو لو انا ضفت كذا الدم هيعمل ايه, او ممكن يقول لك بطريقه ثانيه لو ضفنا لاكتيك اسيد للدم المعادله هتبقى ايه. What is the following equation is true, ايه المعادله الصح؟ انت طالما ضفت ماده هتحط معاها عكسها والناحيه الثانيه هينتج الماده الثانيه. اقلب الصفحه كده. النيوتريشن البلازما بروتين بتلعب دور في النيوتريشن. مش عاوز ده, انا عاوز عنوان الاوزموتيك بريشر. عاوز عنوان الاوزموتيك بريشر, واحنا قلنا عندما يسكر الاوزموتيك بريشر يسكر القلب يوم. القلب يوم هو اللي بيلعب دور في الاوزموتيك بريشر. اشمعنى القلب يوم؟ تركيز عالي جدا زائد ان حجمه صغير. وانا كنت علمتك حاجه, الحجم الصغير يخلي عدد الجزيئات يكتر, لان انت عندك مساحه. المساحه دي لو انت كمك قليل كتير منك يكونوا موجودين, انما لو انت حجمك كبير يبقى عددك يبقى قليل. في علاقه عكسيه بين الحجم والعدد. السؤال هنا لو سالتك which of the following بلازما بروتين is responsible for osmotic pressure, البيو اديني سبب. هاي كونسنتريشن ولو مولوكولار ويت. وده لما يكون في لو مولوكولار ويت معناها النمبر بيبقى عالي, جريت نمبر. البلاد اوزمولاريتي از ديترمايند باي كونسنتريشن اوف اوزموتيكالي اكتيف بارتكل. سيبك من العنوان وخش لي على الكلام على طول. احنا عندنا الاوزموتيك بريشر بيبقى نوعين اثنين, نوع اسمه كريستالويد اوزموتيك بريشر ونوع اسمه كولويد اوزموتيك بريشر. اللي بيعمل الكريستالويد ساعه لما كنت بشرح قلت لك اللي بيعمله هو الايونز الايونات. اللي بيعمل الكريستالويد هو الايونات. زي مين؟ زي الصوديوم. وده اعلى حاجه بتساهم في الاوزمولاريتي, عشان لما يسالك يقول لك which of the following ion has the greatest role in osmolarity للكريستالويد, يبقى مين؟ الصوديوم. مقدار الاوزمولاريتي بتاعته كام؟ 140. يليه كلور 104, ان ايه سي ال, ان ايه سي ال, ان ايه 140 سي ال 104. ثم يكتب على كده اتش سي او 3 وده بيكون 28, والغذاء والفضلات جلوكوز ويوريا يبقوا 5. دول بنسميهم ايه؟ كريستالويد. اعلى واحد في الاوزمولاريتي في الكريستالويد هو مين؟ الصوديوم. واقلهم جلوكوز واليوري. بس الكريستالويد دي ملهاش دور في الاوزموتيك بريشر. ليه؟ بره الوعاء تركيزها زي جوه الوعاء, فالميه تيجي تنتقل من تركيز اعلى لاقل ما تلاقيش, لان التركيز هنا قد التركيز هنا. عشان كده بيقول زي ار بريزنت ان بلازما جوه الوعاء and the tissue fluid بره الوعاء same concentration. عاوز الكلمه دي مهمه قوي, same concentration. وبالتالي الاوزموتيك افكت زيرو. وانا علمتك اثناء الشرح هو يعني ايه كلمه اوزموز اصلا, يعني ايه اوزموتيك اساسا, يعني انتقال ميه من الحاجه اللي تركيزها الميه هي الحاجه الوحيده اللي تنتقل من التركيز القليل للعالي, لان العالي بيشفط, العالي بيشفطها عليه. عشان كده لو جيت قلت لك احنا عندنا كام نوع من الاوزموتيك بريشر, عندنا نوعين اثنين من الاوزموتيك بريشر, يا اما يبقى كريستالويد يا اما يبقى كلويد. مين اللي يعمل الكريستالويد؟ الايون. على سبيل المثال مين؟ صوديوم كلورايد بايكربونات اللي هو ال HCO3 جلوكوز ويوري. مين اعلى واحد فيهم؟ صوديوم. على الرغم من ان دولت كلهم كتير جدا اهو, الا انهم الاوزموتيك افكت بتاعتهم صفر. ليه؟ بره زي جوه, وبالتالي مفيش تركيز اعلى ولا تركيز اقل. على النقيض تماما الكلويد بقى, البلازما بروتين بتبقى ليس ذان 2. وخد بالك انا هنا ما بقولش تركيزها, انا هنا بقول قوه الاوزمولاريتي بتاعتها.
قوه الاوزمولات ده كام؟ 2. بينما بلازما بروتين تركيزها كام؟ 7 من 6 ل 8. التركيز حاجه والاوزمولاريتي بتاعتها حاجه ثانيه. الاوزمولاريتي معناها قوه شفطها للميه عامله ازاي، انما التركيز هو الكم اللي موجود. كمان مره، تركيز البلازما بروتين كام؟ 7. قوه الاوزمولاريتي بتاعتها 2. والبلازما بروتين دي موجوده بره الوعاء ولا جوه الوعاء؟ جوه الوعاء. ومش موجوده بره، بقى في فرق اهو. عشان كده بيقول البلازما بروتين بريزنت اونلي ان بلازما، موجوده فقط في البلازما. والافكتيف اوزموتيك بريشر بتاعها بيكون تقريبا 22. الافكتيف اوزموتيك بريشر ده ناتج طرح وجمع قوه كتير قوي، بمعنى صح في كذا قوه كده بنقعد نجمعهم ونطرح فيهم لحد ما نجيب النت ريزلت. النتيجه النهائيه هتبقى ايه؟ النتيجه النهائيه هتبقى شفط للداخل بمقدار 22. ده بنسميه الافكتيف اوزموتيك بريشر. وعاوز هنا اكد على 3 ارقام، وانا قلت لك تركيز البلازما بروتين كام؟ 7 من 6 ل 8 يعني 7. امال الاوزمولاريتي بتاع البلازما بروتين 2. امال الافكتيف اوزموتيك بريشر بتاع البلازما بروتين 22. امال مين اهم بلازما بروتين في الكولويد اوزموتيك بريشر؟ القلب. ليه؟ اعلى تركيز واقل حجم يبقى اكتر عدد. بيقول الاوزموتيك بريشر والبلازما بروتين از امبورتنت ان، انا محتاج الكلمه دي، ريابزوربشن اوف ووتر. ريابزوربشن اوف ووتر، محتاج الكلمه دي عشان لما اجي اسالك اقول لك هي مين الخاصيه المسؤوله عن تخلق بريفرال ريزيستنس؟ فيسكوستي. مين الخاصيه المسؤوله عن الحفاظ على الارتيريال بلاد بريشر؟ الفيسكوستي. مين الخاصيه المسؤوله عن الريابزوربشن اوف ووتر وزن الكابيلاري؟ الاوزموتيك بريشر. طالما جبت سيره ميه يبقى اوزموتيك بريشر. وده التلت الاول في البلاد. البلاد انا بحب اقسمه 3 اتلاف. التلت الاول هو جزء الانترودكشن والبلازما، التلت الثاني هو جزء الكواجريشن، التلت الثالث هو الادويه المضاده للتجلط وامراض السيوله. هنا كده نجيب ده كله 5 صفحات الاولان دولت في 5 دقائق بالظبط. مبدئيا احنا كنا بنقول الدم مكون من A زائد A، بلازما زائد سيل. بلازما 55، السيل 45. اهم خاصيه كان خاصيه الفيسكوستي، والفيسكوستي قلنا انها كان معناها الفلويد ريزيست لتشينج ان سيل شيب، بتعادل قد ايه من لزوجه الميه؟ 5 مرات لزوجه الميه. مين اللي عاملها؟ البلاد سيل والبلازما بروتين. انهي بروتين بقى؟ فايبرينوجين وجلوبل. فايبرينوجين وجلوبل. والفيسكوستي مسؤوله عن انها تخلق حاجتين، بريفرال ريزيستنس وتحافظ على الارتيريال بلاد بريشر. بينما لما نيجي نتكلم عن البلازما، البلازما جزء من اكسترا سيلر ولا انترا سيلر؟ اكسترا سيلر. هي تقريبا تركيبها متطابق مع الانترستيشن ما عدا حاجه واحده، تركيز البروتين. تركيز البروتين في البلازما من 6 ل 8 وفي النسيج في الانترستيشن بيبقى 2. هي البلازما قد ايه في المية مية؟ 90% مية. طب البلازما بيكون فيها قد ايه بلازما بروتين؟ 7% تقريبا. احنا عندنا كام نوع من البلازما بروتين؟ 4. البيو، جلوبل، فايبرينوجين، بروسترومب. هات لي ارقام التركيز يلا. من 4 ل 4.5، 2.5، 300 مللي، 10 مللي. يبقى الاعلى تركيز البيو، الاقل تركيز البروسترومب، الاعلى حجم فايبرينوجين، كلهم بيتصنعوا في الليفر ما عدا جاما جلوبال بتصنع فيه بلازما سيل المسؤول عن الكولويد اوزموتيك بريشر. البيو. امال وظيفه الجلوبال ديفينس. امال مين المسؤول عن الفيسكوستي؟ فايبرينوجين وجلوبال. مين المسؤول عن التجلط؟ فايبرينوجين وبروسترومب. سؤال، هو يعني ايه البفر سيستم ده؟ اللي بيمنع الاكسسيف تشينج في البي اتش. واي بفر سيستم مكون من ويك اسيد والسولت ويز سترونج بيز. مين الويك اسيد في الدم؟ بروتينيك اسيد. مين السولت ويز سترونج بيز؟ صوديوم بروتينيك.
البي اتش بتاعت الدم النورمال كام؟ 7.4. لو ضفت اسيد امسك معاه صوديوم بروتانيت، ولو ضفت الكلاين امسك معاه بروتينيك اسيد، ولازم الناحيه الثانيه ينتج الحاجه الثانيه. مين المسؤول عن البروتيك؟ فايبرينوجين وبروسروم. مين المسؤول عن الفيسكوستي؟ فايبرينوجين وجلوبين، وهم المسؤولين عن سسبنشن اوف ار بي سيز، يعني يمنعهم سيجمنتيشن، يعني مهمين للاي اس ار. امال مين اللي بيلعب دور كديفنس؟ جلوبلين. امال كانت العلاقه ايه بين تركيز البلازما بروتين والبرميابيليتي؟ عكسية. اي ماده تتشال على البلازما بروتين الاليمينيشن بتاعها الاليمينيشن بيقل، بينما الهاف لايف بتزيد. امال لو جيت سالتك وقلت لك هو يعني ايه اوزموتيك بريشر؟ اوزموتيك بريشر معناها ريابزوربشن اوف ووتر، انك تشفط الميه. مين المسؤول عن الاوزموتيك بريشر بتاعت الدم؟ البيوم. السؤال بقى، هو الالبيوم بيعمل انهي نوع من الاوزموتيك بريشر؟ الكولويد. والاوزمولاريتي بتاعت بلازما بروتين كام؟ 2. امال الافكتيف اوزموتيك بريشر كام؟ 22. هي مين الخاصيه اللي بتحافظ على الارتيريال بلاد بريشر؟ الفيسكوستي. امال مين الخاصيه اللي بتساعد على الريابزوربشن اوف ووتر؟ الاوزموتيك بريشر. والاوزموتيك بريشر في منه نوع افكتيف ونوع نون افكتيف. الافكتيف هو الكولويد اللي عامله البلازما بروتين، تحديدا الالبيوم، بينما النون افكتيف هو الكريستالويد. ليه ده افكتيف وده نون؟ ليه النون افكتيف نون افكتيف؟ عشان بره زي جوه، بيبقى الاوزموتيك افكت بتاعه صفر، بينما الكولويد الافكتيف بتاعه هيبقى 22. اعلى ايون في الاوزمولاريتي هو مين؟ الصوديوم. وده كده الجزء الاول. هات لي بقى الجزء الثاني، وهو جزء الهيموستيز. الهيموستيز معناها ستوبج اوف بليدنج فروم انجرد بلاد فيسل، انك توقف النزيف من وعاء دموي. بس قبل ما اخد جزء الهوميوستيزس، هات لي الانتي كواجلانت الاول. هات لي الانتي كواجلانت الاول. الانتي كواجلانت. كلمة كواجيوليشن معناها تجلط. الانتي كواجلانت هي اول عنوان في المحاضرة الثانية. اول عنوان في المحاضرة الثانية يا جماعة. الانتي كواجلانت. احنا كده قلنا اول عنوان معانا هو مين؟ الانترو. وتاني عنوان هو البلازما. وتالت عنوان هناخده ان شاء الله هو الانتي كواجلانت. انا شخصيا لو بحط سؤال في الامتحان بتاع البلط، لو انا اللي بحط الامتحان الموضوع مخول الي، يعني لازم اسالك عن البلازما بروتين، لازم اجيب لك بلازما بروتين ما فيهاش كلام اصلا، لازم اسالك عن الانتي كوجلانت، لازم اسالك عن الهيموراجيك ديس اوردر، لازم اجيب لك واحد من ده واحد من ده واحد من ده اللي هو المنهج اصلا. بس الفكره في حاجه، انت لما يجي اسئله، لو انا مثلا قلت البلط على سبيل المثال هيجي منه 10 اسئله مثلا، هجيب لك 2 بلازما 2 انتي كواجلانت 3 مثلا هيموراجيك وواحد من العناوين الثانيه. ففي عناوين، هو طبعا لازم يجمع كل حاجه عشان ما حدش يقول ده انا هسيب ده، مش حاجه اسمها انا هسيب ده، اللي هتسيبه هيجي سؤال في الامتحان. اللي يجيبوه يجيبوه ان شاء الله يجيبوا 1000 سؤال. بس المتوقع ان هم ممكن يجيبوا 60 سؤال. 60؟ المتوقع ان هم يجيبوا 60 سؤال. يا رب يجيبوا 60. يا رب ما يجيبوش 30. لان لو جابوا 30 السؤال بدرجتين، فيا رب يجيبوا 60 سؤال وكل سؤال بدرجه، يا رب يجيبوا 120 سؤال. بس هم هيجيبوا 60. ال 60 سؤال دول، ال 60 سؤال، انت متخيل 60 سؤال في 3 برانشات؟ ده ما فيش صفحه مش هيسالك فيها. ده هو المنهج كله اصلا مش 60 صفحه. فهو هيجيب لك 60 سؤال. الستين سؤال دول توقع الشخص هتلاقي منهم مثلا 25 سؤال ريسبيريشن، حوالي 20 سؤال اي ان اس، 15 سؤال بلاد. ففي كم كبير اسئله هتيجي من الريسبيريشن. البلاد لما اجي اجيب بقى هجيب من العناوين المهمه جدا،
زي عنوان البلازما بروتين، زي عنوان الانتيكواجلان. تعالوا كده نبص مين هو الانتيكواجلان دول بقى. هو كواجيوليشن يعني ايه؟ كواجيوليشن معناها تجلط الدم. انا حالا هتكلم عن المواد اللي بتمنع تجلط الدم عشان تبقى دايما مركز في الحته دي. الادويه اللي انا هكلمك عنها حالا دي بتعمل سيوله في الدم، يعني بتخلي الدم ما يتجلطش، هي ادويه مانعه للتجلط. بول الديفينيشن بتاعها اسمها انتي كواجلانت، مضادات التجلط. الديفينيشن بول هي سبستنس ذات بريفنت، اللي بتمنع اور بوسبون. بوسبون معناها بتؤجل الكواجوليشن اوف بلاد. يا اما ادويه بتمنع ان الدم يتجلط خالص او تخلي تجلط الدم يكون بطيء شويه. الانتي كواجلانت عندنا بنقسمها جزئين اثنين، حاجه اسمها انتي كواجلانت ان فيترو، وان فيترو دي معناها في المعمل. وفي عندنا حاجه اسمها الانتي كواجلانت ان فيفو، وان فيفو ده معناه في جسمنا. الانتي كواجلانت ان فيترو معناها بريفنشن اوف بلاد كواجوليشن، ان احنا نمنع تجلط الدم اوت سايد ذا بودي، بره الجسم. ان فيترو معناها بره الجسم، يعني في المعامل. وخد بالك من اللي هقوله ده بقى، عشان هنا سؤال مشهور جدا يقول لك اي من العوامل الاتيه بيمنع تجلط الدم في الجسم فقط؟ الحاجه الوحيده اللي بتمنع تجلط الدم في الجسم فقط هي الدايكلوبارول، لان الباقي كله بيمنع تجلط الدم في المعمل، والهيبارين مشترك في الاثنين. فخد بالك ممكن يسالك السؤال بطريقتين، كل من العوامل الاتيه بتمنع تجلط الدم ان فيترو اكسبت، او يسالك يقول لك مين العامل اللي بيمنع تجلط الدم جوه الجسم، ويجيب لك اختيارات زي ما نعرف حالا. تعالوا نشوف الاول الانتي كواجلانت ان فيترو. هو ان فيترو يعني ايه؟ اوتسايد ذا بودي. مين هي العوامل دي؟ رقم واحد الكولد، حط عينه الدم في الثلاجه مش هتتجلط، لان البروده بتخلي الدم ما يتجلطش. الكولد. تاني حاجه كولكتنج البلاد، انك تجمع الدم في فيسل، وقلنا فيسل دي مش معناها وعاء، فيسل دي معناها انبوبه، في انبوبه مبطنه ببرفين او سيليكون. انبوبه تكون متبطنه ببرفين او سيليكون، اشمعنى دول؟ بيبقوا فيري سموث. واحنا كنا عارفين زي ما هنراجع حالا ان لو في سطح خشن الدم اتعرض له الدم بيتجلط، فانا بديله سطح ناعم عشان ما يبداش يعمل تجلط. اول عامل كان ايه؟ كول. تاني عامل البرفين والسيليكون، لانهم بيبقوا سموث. بما انهم سموث بريفنت الاكتيفيشن بتاع فاكتور 12 اللي كنا بنسميه الانترنسك ميكانيزم، يمنع الانترنسك ميكانيزم. المهم جدا بقى هي الديكالسيفاينج ايجنت. ديكالسيفاينج ايجنت معناها عوامل بتزيل الكالسيوم، لان الكالسيوم بيلعب دور مهم جدا في التجلط. العوامل اللي بتزيل الكالسيوم وهي مين؟ اول حاجه كالسيوم اوكساليت، تاني حاجه صوديوم سيترات، تالت حاجه الايديتا. مين ومين ومين؟ بوتاسيوم اوكساليت وصوديوم سيترات والايديتا. واول عامل كان ايه؟ كولد. تاني عامل سموث بارافين اند سيليكون. تالت عامل هي ديكالسيفاينج ايجنت، والديكالسيفاينج ايجنت معناها انها بتزيل الكالسيوم، لان الكالسيوم بيلعب دور مهم جدا في التجلط. اللي هم مين العوامل دي بقى؟ بوتاسيوم اوكساليت، صوديوم سيترات، ثم الايديتا. وممكن هنا يسالك يقول لك مين هي الديكالسيفاينج ايجنت؟ ايه التلاته دول؟ بس السؤال اللي انت بتكون معرض ليه اكتر، يقول لك اي من العوامل الاتيه بريسيبيتيت كالسيوم اوكساليت. اللي بيرسم الكالسيوم اوكساليت يبقى البوتاسيوم اوكساليت. او يسالك اي من العوامل الاتيه كومباين وذ كالسيوم عشان يكون ان ايونايزد كالسيوم. اللي كومباين مع الكالسيوم هو السيترات. اللي بيمسك مع الكالسيوم هو السيترات. امال يجي يسالك اي من العوامل تاكليات الكالسيوم، مين اللي بيشيله؟ الايديتا. ومعانا في الان فيترو الهيبارين، والهيبارين ده هنعرف ان هو ان فيترو وان فيفو. قبل ما ناخد الان فيفو جمع الكلام كده، يلا احنا عندنا الانتي كواجلانت يعني ايه؟
هي مواد بتمنع التجول، بنقسمها اما انها تبقى اوتسايد زبودي فنسميها ان فيترو، يا اما تبقى انسايد زبودي نسميها ان فيفو. مين هي الاوتسايد زبودي؟ كول، بارافين، سيليكون، والديكالسيفاينج ايجنت، عدهم لي يلا. بوتاسيوم اوكساليت، صوديوم سيتريت، ايديتا، وهيبارين. كل العوامل دي ان فيترو. السؤال بقى، هي مين من العوامل دي بيمنع الاكتيفيشن اوف فاكتور 12؟ البارافين والسيليكون. امال مين من العوامل دي كلييت الكالسيوم؟ الايديتا. امال مين من العوامل دي كومباين ويز كالسيوم تو فورم ان ايونايز سيتريت؟ امال مين اللي بيرسب الكالسيوم؟ اوكساليت، البوتاسيوم اوكساليت. امال مين اللي بيشتغل ان فيفو وان فيترو؟ الهيبارين. تعالوا نبص على ان فيفو يلا. هو يعني ايه انتي كواجلانت ان فيفو؟ ده معناه بريفنشن اوف بلاد كواجوليشن انسايد ذا بودي، بنمنع تجلط الدم جوه الجسم. وعندنا مادتين اثنين، هيبارين ودايكيومارول. وهنا اسالك السؤال، الهيبارين بتشتغل فين؟ ان فيترو وان فيفو، بينما الدايكيومارول ان فيفو بس. يبقى في كل العوامل اللي احنا خدناها دي، مين الوحيد اللي بيشتغل في الجسم بس؟ دايكيومارول. مين اللي قادر ان هو يشتغل بره وجوه؟ الهيبارين. تعالوا نشوف الهيبارين كده اهو. بالنسبه للهيبارين، الهيبارين ده بيقول لي اول ما اكتشفناه في الليفر، عشان كده سميناه هيبه. هيبه يعني هيباتيك يعني ليفر، وايه يعني بروتين. اول ما اكتشفناه في الليفر، عشان كده سميناه هيبارين. بما اننا اكتشفناه في ليفر، يبقى الاوريجن بتاعه بلانت ولا انيمال؟ يعني منشأه حيواني ولا نباتي؟ حيواني. احنا جايبينه منين؟ من الليفر. بص على اللي بعدها. It is a mixture of، هو خليط من مواد اسمها ميوكو بولي ساكرايد. ويعني ايه كلمة ميوكو بولي ساكرايد؟ ساكرايد يعني سكريات، بولي يعني متعددة، يعني كذا سكر مربطين مع بعض، ماسك معاهم مواد شبيهة بمواد المخاط، فسميناها ميوكو بولي ساكرايد. وتعرف حاجه بقى، الميوكو بولي ساكرايد اللي هي السكريات بتنهضم في الماوس، بتنهضم في الفم. عشان كده ما ينفعش اخد الهيبارين حبوب. ليه؟ لان لو خدت حبوب هينهضم ويتكسر في الفم، فمش هيشتغل خالص. هو تركيب الهيبارين ايه؟ ميوكو بولي ساكرايد، وبالتالي ما ينفعش يتاخد اورال، ما ينفعش يتاخد حبوب نض جيفن اورالي، ولكن بيتاخد انجكشن، بيتاخد حقن، سواء حقن عضل او حقن وريد، انترافينوس وريد وانتراماسكولار عضل. هو اسمه ايه؟ اسمه هيبارين. تركيبه ميوكو بولي ساكرايد، ما يتاخدش اورال، بس يتاخد انجكشن سواء اي ام او اي في، عضل او وريد. بص على اللي بعدها، جوه الجسم، جوه الجسم بيتصنع فيه خليتين اتنين، ماستسيل وبيزوفيل. جوه الجسم بيتصنع فيه خليتين اتنين، ماستسيل وبيزوفيل. الخليتين الاخوات اللي بيصنعوا الهيبارين، ماستسيل وبيزوفيل. هيبارين يبدا شغله بسرعه وينتهي شغله بسرعه، يبدا شغله بسرعه. اتس اكشن بيجن ويزن فيو مينتس، يبدا شغله بسرعه. It lasts for few hours، ويفضل شغال ساعات، من 4 ل 6 ساعات، وده معناه ان شغله بيخلص بسرعه. يبقى يبدا بسرعه ويخلص بسرعه. سؤال بقى، في عندي حاجه اسمها latent period. latent period دي معناها بيشتغل بعد قد ايه؟ latent period تبقى rapid ولا slow؟ rapid. طب انا عندي في حاجه اسمها duration. الديوريشن معناها مدة شغله. هل هي خليك فاكر الأربع كلمات دول بقى، يبدأ بسرعة، يبقى الليتنت بيريود بتاعته قصيرة ويخلص بسرعة، يعني الديوريشن أوف أكشن بتاعه هو كمان قصير. بعد كده بيقول في جسمنا بيتكسر بواسطة إنزيم اسمه الهيبارينيز. في الجسم بيتكسر بواسطة الهيبارينيز، والهيبارينيز ده بيطلع من الليفر. سؤال، هو الهيبارين في الجسم بيتصنع فين؟ احنا لما جبناه من الليفر، بس هو بيتصنع فين؟ في الماست سيل والبيزوفيل. ويتكسر بمين؟
بالهيبرينيز اللي طالع منين؟ من الليفر. بص على اللي بعدها، الجرعه والتست، الجرعه والتست. الجرعه بتبقى 10,000 وحده كل 6 ساعات، بندي 10,000 يونت ات 6 اور انترفال يعني كل 6 ساعات. والتست اللي احنا بنستخدمه عشان نقيم الجرعه اسمه الكواجوليشن تايم، بتاع امتحان بتاع امتحان بتاع امتحان بتاع امتحان. من التست يوز تو ايفالويت الدوز اوف هيبارين، من الاختبار اللي بنعمله عشان نقيم جرعه الهيبارين الكواجوليشن تايم. ولازم الكواجوليشن تايم يفضل عند 15 دقيقه. هي الجرعه كام؟ 10,000، بنتاخد كل 6 ساعات. والتست اللي بنستخدمه عشان نحدد الجرعه اسمه كواجوليشن تايم. بعد كده بيقول الهيبارين الكترونيجاتيف، الهيبارين هو ماده اشارته سالبه. يبقى لما يبقى في حد عنده تسمم هيبارين او خد جرعه كبيره من الهيبارين لازم اديله حاجه اشارتها موجبه عشان الموجب يعادل سالب. يقول لي سو هيبارين انتي دوت، انتي دوت معناه الترياق. الترياق ده يعني ايه؟ الماده المضاده للتسمم. لو حد جاله تسمم هيبارين لازم تبقى الماده الكترو بوزيتيف موجبه، والماده اسمها بروتامين صلفيت بتاع امتحان بتاع امتحان بتاع امتحان. من الانتي دوتف هيبارين البروتامين، من الانتي دوتف هيبارين بروتامين صلفيت. هو الهيبارين كان اشارته ايه؟ سالب، يبقى البروتامين اشارته موجب. والهيبارين بيشتغل 3 انتي، وظيفة الهيبارين 3 انتي، انتي بروثرومبين اكتيفيتور، انتي بروثرومبين، انتي ثرومبين. بيجيب الموضوع من الاول، اول حاجة يخلي البروثرومبين اكتيفيتور ما يشتغلش يبقى انتي بروثرومبين اكتيفيتور. وان شاء الله احنا لما كنا شرحنا ولما نراجع حالا البروثرومبين اكتيفيتور ده لو حد لقى كان لازم فاكتور 10، لازم يكون فاكتور 10. فبيقول لك الهيبارين بيمنع تنشيط فاكتور 10 فما يجيش البروثرومبين اكتيفيتور، وبيمنع تحول البروثرومبين لثرومبين. طب لو اتكون ثرومبين يمسك مع الثرومبين يوقفه، طب لو اتكون جلطه يكسر الجلطه، لانه ليه ويك فايبرينوليتيك اكشن، يعني بيحلل الجلطات قبل ما تقلب الصفحه. الهيبارين اول ما اكتشفناه اكتشفناه من الليفر، تركيبه ميوكوبوليساكرايد يتاخد اور ما يتاخدش، يتاخد بأسيد انجكشن ما يتاخدش اور. الجرعه 10,000 كل 6 ساعات، والتست كواجيوليشن والشرطه سال، يبقى الانتي دوت موجب اللي اسمه بروتامين صلفيت يشتغل بسرعه ويخلص بسرعه، وشغله 3 انتي، انتي بروثرومبين اكتيفيت، انتي بروثرومبين وانتي ثرومبين، وحتى لو اتكونت جلطه ليه؟ فايبرينوليتيك اكشن. تعالوا نبص على الدايكيومارول كده. الدايكيومارول بيقول لي ات از بلانت ان اوريجن، منشأه نباتي على النقيض الهيبارين كان انيمال ان اوريجن. ده بيقول اكت از انتي كواجلانت ان فيفو بس. امال الهيبارين كان ايه؟ فيفو وفيترو. ده بيتاخد اورال حبوب. امال الهيبارين انجكشن، ده بيتاخد اورال. والجرعه التست اللي بيتحكم فيها هو البروثرومبين تايم، من التست بتاع جرعه الهيبارين كواجوليشن. امال مين التست بتاع جرعه الدايكيومارول؟ بروثرومبين تايم. بتاع امتحان يا جماعه، بتيجي كتير جدا في الامتحان النقطه دي. اتس اكشن بيجين افتر لونج بيريود، يبدا شغله بعد يومين ويفضل مده طويله جدا. امال الهيبارين كان ايه؟ يبدا بسرعه ويخلص بسرعه، بينما الدايكيومارول يبدا ببطء ويخلص بعد مده طويله. هو الهيبارين كان شغله ايه؟ انتي بروثرومبين اكتيفيت، انتي بروثرومبين وانتي ثرومبين وفايبرينوليتيك. امال الدايكيومارول انتي فيتامين كي. الدايكيومارول ده انتي فيتامين كي، ده بيضاد فيتامين كي. وفي الطبيعي ان فيتامين كي مسؤول عن تنشيط 1972، فيتامين
فيتامين كي مسؤول عن تنشيط فاكتور 2 وفاكتور 7 وفاكتور 9 وفاكتور 10. يبقى انا لما اوقف فيتامين كي اوقف تنشيط 2 و7 و9 و10. مكتوب عندك بيقول ريبليس فيتامين كي، وبالتالي بيمنع تكوين 2 و7 و9 و10. دايكلومارو منشأه نبات، شغله فيفو ولا فيترو؟ فيفو بس. امال الهيبارين فيفو فيترو. الدايكيومارول يتاخد اور، والتست اسمه بروثرومبين تايم. ثم بعد كده لما نيجي نتكلم عن انه بيشتغل بعد مده طويله يومين ويخلص بعد مده طويله، ولما جينا اتكلمنا عن انه شغله انتي فيتامين كي بيوقف 2 و7 و9 و10. لما نيجي نقارن بين الهيبارين والدايكيومارول بقى، الهيبارين كان منشأه انيمال لانه كنا جبناه من الليفر، بينما الدايكيومارول منشأه نباتي. ليت انتيبيريو اهي، يعني ايه كلمه ليت انتيبيريو؟ بيبدا شغله بعد قد ايه؟ الهيبارين افتر فيو مينتس، بينما الدايكيومارول بعد يومين. امال الديوريشن الهيبارين كان من 4 ل 6 ساعات، بينما الدايكيومارول بيفضل ايام. الروت، الروت معناه بيتاخد ازاي؟ الهيبارين كان بيتاخد اي في او اي ام، وريد او عضل، بينما الدايكيومارول اور. ازاي الهيبارين كان بيشتغل؟ انتي 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 بروثرومبين اكتيفيتور، بروثرومبين ثرومبين، بينما الدايكيومارول انتي فيتامين كي وبينافس فيتامين كي، عشان كده بنسميه كومبيتيتيف. بينافس انهبيتور يعني يوقف، بينافس فيتامين كي فيوقفه. كومبيتيتيف انهبيتور لفيتامين كي يعني ضد 2 و7 و9 و10. هيبارين يشتغل فيفو فيترو، دايكومارول يشتغل فيفو بس. الدوز تيست بتاع الهيبارين كواجوليشن، بينما الدايكومارول بروثرومبين. الحاجه الانتي دوت بتاع الهيبارين كان اسمها بروتامين صلفيت. طب لو قلت لك مين الانتي دوت بتاع الدايكيومارول اللي بينافسه، اللي هو مين؟ فيتامين كي. يعني لما واحد يتسمم بدايكيومارول اعمل ايه؟ اديله فيتامين كي. الفكره ان الدايكيومارول والفيتامين كي اللي تركيزه اعلى هو اللي يكسب، فاحنا لما ندي الدايكيومارول تركيزه بيعلى يكسب فيتامين كي. طب لو عايزين نرجع فيتامين كي يكسب تاني، ندي فيتامين كي فيكسب الدايكيومارول. وده كده بالنسبه لعنوان الانتي كواجولانت. على طول هات لي البليتر اللي هي الثرومبوسايت. او خلي البليتر، خلي البليت عشان اخدها مع جزء الكواجوليشن. هات لي الهيموراجيك ديس اوردر، يلا هات لي الهيموراجيك ديس اوردر. قبل ناخد الهيموراجيك ديسوردر اسال كام سؤال كده. ورقم 22 جالنا فين النهارده؟ ده كان الافكتيف اوزموتيك بريشر. امال 140 اوزمولاريتي بتاع الصوديوم. امال 2 اوزمولاريتي بتاع الكولويد. امال الويك اسيد في الدم كام مين؟ بروتينيك اسيد. امال البلازما بروتين اللي ليه اعلى تركيز هو مين؟ امال مين الخاصيه اللي كانت بتساعد على ايه؟ ابزوربشن وفوطه. اوزموتيك بريشر. امال مين الخاصيه اللي كانت بتحافظ على ارتيريال بلاد بريشر؟ الايه؟ الفيسكوستي. امال لو جيت قلت لك هي الفيسكوستي بتاعت الدم قد ايه من الميه؟ 5. امال لو قلت لك مين اللي بيعمل الفيسكوستي؟ فايبرينوجين وجلوبلين. امال مين اللي بيساعد في الاس ار؟ نفس الاثنين. اي حاجه تتشال على بلازما بروتين الاليمينيشن بتاعها بيقل، بينما فتره عمرها تطول. هو الانتي دوت بتاع الهيبارين كان اسمه ايه؟ بروتامين صلفيت. والتيست بتاع الهيبارين كواجيوليشن، بينما التيست بتاع الدايكيومارول كان اسمه بروثرومبين. امال مين الانتي دوت بتاع الدايكيومارول؟ كان اسمه فيتامين كي. امال مين اللي كان بيوقف فاكتور 12؟ البارافين والسيليكون. امال مين اللي يوقف فاكتور 10؟ مين اللي كان يوقف فاكتور 10؟ لا عايز حد يفكر فيها.
اللي كان بيوقف فاكتور 10 هو الهبارين. وانا قلت لك لا، ما انا قلت، ما انا بقول فكر فيه، بس معاه دايكيو مارول. ما هو الدايكيو مارول بيوقف 2 و7 و9 و10. هو مين اللي كان كليه الكالسيوم؟ الايديتر. امال مين اللي كان بيساعد على ان الكالسيوم يتحول لانايونايز؟ السترين. امال مين اللي كان بيرسب الكالسيوم اوكزاليت؟ البوتاسيوم اوكزاليت. مين اللي شغال ان فيفو بس؟ دايكلومارول. مين اللي شغال فيفو وفيترو؟ الهيبارين. امال الكولد ده كان فيترو بس. امال الجرعه بتاع الهيبارين كانت كام؟ 10,000. امال التيست بتاع الهيبارين كان ايه؟ كواجوليشن. امال الانتي دوت بتاع الهيبارين ايه؟ بروتامين. امال التيست بتاع الدايكيومارول ايه؟ بروسروم. امال التيست بتاع الهيبارين ايه؟ كواجوليشن. التيست بتاع الدايكيومارول بروسروم. التيست والتيست والانتي دوت بتاع الهيبارين كانت اسمها ايه؟ بروتامين صلفيت. وين بيشن هاز هيبارين توكسيستي، لما مريض يعاني من تسمم هيبارين، وي جيف بروتامين صلفيت تو مينتين. التست كان اسمه ايه؟ كواجوليشن تايم. عند الرقم كان 15 دقيقه، فغالبا الجرعه بتطلع معانا 10,000 وحده كل 6 ساعات. تعالوا نبص على الهيموراجيك ديس اوردر بقى. الهيموراجيك ديس اوردر بيقول الهيموراجيك ديس اوردر ديت عباره عن امراض نزفيه، يعني امراض بتؤدي الى نزيف. الهيموراجيك ديس اوردر هي امراض بتؤدي الى نزيف. امال الانتي كواجلانت ده ادويه بتمنع التجلط، مش بتمنع النزيف، بتمنع التجلط، بتمنع التجلط. دي امراض بتؤدي الى نزيف. بيقول دي كونديشنز ذات كوز اكسسيف بليدنج ان هيومن بينج. دي عبارة عن أمراض بتؤدي إلى نزيف في الإنسان، وهم ثلاث أمراض: بيربرا ده المرض الأول، فيتامين كي ديفيشنسي ده المرض الثاني، هيموفيليا ده المرض الثالث. نبدأ أول حاجة بالبيربرا اللي المشكلة مشكلة بليتلت. البيربرا بالبي، المشكلة مشكلة بليتلت بالبي. إيه البيربرا دي؟ بقول البيربرا ده بليدنج ديزيز، يعني مرض بيؤدي الى نزيف. كاركترايزد باي بريزنس اوف بانكيتويت. بانكيتويت هيموريدج معناها نقط، نقط اسمها بيتيكياي. اسمع البيربرا مرض بليدنج بيؤدي الى بانكيتويت هيموريدج واسمها بيتيكياي. مرض ماشي كله بي 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 بي، ماشي مرض ماشي بيزمر وهو ماشي في الامتحان، عاوزك ماشي بيب ابيب 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 ابيربر على طول. البربر مرض بليدنج كاركترايزد باي بريزنس اوف بانكيتويت هيموريدج، ده عباره عن نقط على الجلد زي الصوره اللي عندك دي، نقط نزيف اسمها بيتيكياي. نكمل البي. البيتيكياي بيبقى لونها برمش، بيقولونها بنفسجي، وبتبقى بينيس السكين والميوكس ممبرين. بص بقى بريزنس اوف بيتيكياي از كاركترستيك تو. ساعة ما تشوف البيتيكياي على جلد واحد ده معناه انه عنده بربرا، يبقى البربرا هي مرض بليدنج بيحصل فيه بانكيتويت هيموريدج بصورة بيتيكيار اللي لونها بيبقى برد لونه بنفسجي. البربرا نوعين، يا ثرومبو سايتوبينك بربرا يا ثرومبو اسينيك بربرا. ثرومبو سايتوبينك يعني عدد الصفائح بيقل، عدد الصفائح الدمويه بيقل، اسمه ثرومبو سايتوبينك. بص الاسم، يا ثرومبو سايت يعني ايه؟ البليتلت، وبينك معناه تقل. هي بربرا فيها عدد الصفائح الدمويه بيقل، ده بيبقى نتيجه ديكريز النمبر اوف بليتلت اقل من 50,000. لو الصفائح قلت اقل من 50,000 ساعتها يحصل ثرومبوسايتوبينك بربرا.
ايه اللي يخلي الصفائح تقل لحد ما توصل لخمسين الف؟ رقم واحد decrease البليتلت برودكشن، انها ما بتتصنعش كفاية. سؤال، هي اي مادة في الجسم تقل؟ اي مادة في الجسم تقل، يبقى نتيجة يا اما ايه قل يا اما ايه زاد، يا انتاجها قل يا تكسيرها زاد. عشان كده بيقول لك اللي يخلي الصفائح الدموية تقل ديكريز البرودكشن، والصفائح الدموية بتنتج من نخاع العظم، فامتى تركيز هيقل؟ امتى انتاج هيقل؟ لما يحصل دامج اوف بون مارو، لما نخاع العظم يتكسر، او نزود تكسيرها انكريز البليتلت ديستراكشن، والصفائح الدمويه تتكسر في الطحال، فلما يحصل حاله هايبر سبلينيزم، لما الطحال يتجنن. هو المرض اسمه ايه؟ بربر. اول نوع منه اسمه ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا، اللي بيبقى نتيجه ديكريز نمبر بيلو 50,000، اللي بيبقى نتيجه ديكريز برودكشن او انكريز ديستراكشن. انكريز البرودكشن لما مين يبوظ؟ البون مارو. وانكريز الدستراكشن لما مين يأفور؟ السبلين، هايبر سبلينيزم. عندنا النوع الثاني اسمه ثرومبو اسيسينيك بربرا. والثرومبو اسيسينيك الرقم طبيعي بس الشغل مش طبيعي، يعني البليتلت موجود رقمها عادي بس مش عارفه تشتغل. هنا بيقول ديو تو ابنورمال بليتلت، البليتلت بايظه على الرغم من ان البليتلت كاونت از نورمال، العدد هنا بيبقى طبيعي. وبتتسال في دي كتير قوي، لو عدد الصفائح الدمويه طبيعي هل ممكن ينتج نوع بربره؟ اللي هو ثرومبوسايتوبينيا. طب لو عدد الصفائح الدمويه قل هينتج ثرومبوسايتوبينيا؟ اسمع بس السؤال ده، سؤال من بعيد شويه بس يعني ان شاء الله هتجاوب. هايبر سبلينيزم مي ليد تو، ويجيب لك اختيارات، بربرا ولا هيموفيليا ولا فيتامين كي ديفيشنسي ولا اي اختيار رابع. بس لما اقول لك هايبر سبلينيزم، الهايبر سبلينيزم بيعمل ايه في الصفائح؟ بيزود تكسيرها، فلما يزود تكسيرها عدد الصفائح يقل فينتج بربرا. ممكن يجيب سؤال من بعيد قوي اللي هو يجيب لك مثلا لو حصل دامج في البول مارو او هايبر سبلينيز، نوع البربرا يبقى ثرومبوسايتوبينيك. تعالوا نبص على الكاركترز اوف بربرا. احنا كنا قايلين البربرا مرض ماشي بحرف البي، في البربرا البليدنج برولونجد، في البربرا البليدنج تايم برولونجد، واي حاجه مش بيه مش بتاعتنا. يعني لما اجي اسالك في الامتحان اقول لك انا عندي تيستين اتنين، تيست اسمه بليدنج تايم وتيست اسمه الكواجوليشن تايم، في البربرا مين اللي بيبقى برولونجد ومين اللي بيظل نورمال؟ في البربرا البليدنج برولونجد، بينما الكواجوليشن تايم بيفضل نورمال. ولازم بكره تتسال في البربرا، لازم بكره تتسال في البربرا، ما فيهاش كلام. عشان كده تعالى نجيب البربرا تاني يوم، بس انا هجيب لك طريقه انا بقى. البربرا هو بليدنج ديسوردر اللي بيحصل فيه بانكيتويت هيموريدج، اللي اسمها بتكيار، اللي لونها بيرج، اللي فيها بيبقى البليدنج تايم برولونج، بينما الكواجوليشن تايم نورمال، والبليتلت بيحصل لها حاجه لان البربرا مرض بليتلت، يا اما البليتلت عددها يقل فيبقى ثرومبوسايتوبينيك، يا اما البليتلت ما تشتغلش وعرضها طبيعي فتبقى ثرومبو اسيسينيك. ايه اللي يخلي البليتلت تقل؟ يا نقص انتاج يعني نخاع العظم باظ، يا زياده تكسير يعني حصل هايبر سبلينيزم. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. في البربرا البليدنج برولونجد، في البربرا البليدنج برولونجد، والكواجيوليشن بيفضل نورمال. لما تيجي بكره بغلط فيها عشان اموت لكم نفسي تخلصوا. في البرب البليدنج برولونج، ثلاثه بي اهو، مرض ماشي كله حرف البي. عاوزك بكره بقى تروح تختار لاي رقم ثاني غير البي بقى. تعالى بص على فيتامين كي ديفيشنسي.
فيتامين كي ديفيشنسي سؤال لو حد بقى ايه متابع قوي. وفيتامين كي ديفيشنسي يعني لو فيتامين كي قل مين يتقصر؟ فاكتور 2 7 9 و10. عشان كده اكتب لي جنب فيتامين كي ديفيشنسي 1972. لان فيتامين كي بينشط 1972 فيمنع التجمد فيمنع النزيف اسف. بينما لما فيتامين كي ال ودول يبوظوا يحصل نزيف. هنتكلم عن مرض اسمه فيتامين كي ديفيشنسي. قبل ما اخش عليه، هو البربرة مين اللي بيبص فيها؟ البليتلتس، يا النمبر او فانكشن. بينما في فيتامين كي ديفيشنسي مين اللي بيقل؟ فيتامين كي. فمين اللي بيتاثر؟ 2 و7 و9 و10 مكتوب عندك. بيقول الكوزس اوف فيتامين كي ديفيشنسي، ايه اللي يخلي فيتامين كي يقل؟ رقم واحد فيلير اوف ابزوربشن، جسمك ما بيمتصوش كويس. يعني انت بتاكل اكلات فيها فيتامين كي ولكن جسمك غير قادر على امتصاصها. ايه اللي يخلي جسمك ما يمتصش فيتامين كي؟ اول حاجه اوبستراكتيف جونز. يعني ايه اوبستراكتيف جونز بقى؟ اسمع اللي اقوله ده. فيتامين كي من ضمن الفيتامينز اللي عشان جسمك يمتصها محتاج العصاره الصفراويه بتاع الكبد، يعني محتاج البايل. البايل دي العصاره بتاع الكبد. لو فيتامين كي نازل في اكله والكبد ما عندكش عصاره صفراويه، فيتامين كي ما بيمتصش. العصاره الصفراويه لما بتنزلش دي اسمه اوبستراكتيف جوندس. فاوبستراكتيف جوندس معناها نقص العصاره الصفراويه، نقص العصاره الصفراويه. ديكريز اوف بايل، ديكريز اوف بايل معناها نقص العصاره الصفراويه. السبب الثاني انتستاينال ديزيز، مرض في الامعاء. لان فيتامين كي بيمتص في الامعاء، لو الامعاء بايظه مش هيحصل له امتصاص. وهنا عندي اربع اسئله. السؤال الاول دامج اوف بون مارو ليد تو بربرا، هايبر سبلينيسم ليد تو بربرا، والنوعين ثرومبوسايتوبينك. امال لما اقول لك اوبستراكتيف جوندس ليد تو فيتامين كي ديفيشنسي، امال لما اقول لك انتستاينال ديزيز ليد تو فيتامين كي ديفيشنسي برضه. تعالوا نبص تاني حاجه، فيلير اوف فيتامين كي سينثيسيس، ان فيتامين كي ما بيتصنعش كويس. وهنا لازم اعرفك معلومه، فيتامين كي يا جماعه يا تاخده في الاكل يا البكتيريا اللي في امعائك تصنعه، لانه بيتصنع من البكتيريا الطبيعيه اللي في الامعاء بتاعتنا. احنا عندنا في الانتستين في بكتيريا طبيعيه اسمها بكتيريا فلورا بتصنع فيتامين كي. ففيتامين كي يا اما تاخده من بره مع الاكل يا اما يتصنع في الامعاء اللي احنا بنتكلم عنه هنا، فيلير اوف سينثيسيس. هي اول حاجه كانت ايه؟ فيلير اوف ابزوربشن بسبب اوبستراكتيف جوندس وانتستاينال ديزيز. بينما فيلير اوف سينثيسيس، فيلير اوف فيتامين كي سينثيسيس ان ذا انتستين باي انتستاينال بكتيريا، ده معناه ان البكتيريا اللي موجوده في الامعاء مش قادره تصنعه. ليه بقى؟ عمال تضرب مضادات حيوي بكم كبير جدا. يقول لك برولونج يوز اوف انتي بايوتكس، استعمال المضاد الحيوي فتره طويله قوي. انت المفروض لما تاخد مضاد حيوي دكتور الذكي لازم يقول لك الجرعه والمده قد ايه، مش عمال كل يوم حبايب مضاد حيوي وحبايب مضاد حيوي وحبايب مضاد حيوي. المضاد الحيوي كتير بينزل على الامعاء، البكتيريا الطبيعيه اللي فيموتها اللي هي بتصنع فيتامين كي فيقل فيتامين كي. او نيولي بورن انفنت، نيولي بورن انفنت طفل حديث الولاده، لان العيل لما بيكون لسه مولود امعاءه بتكون لسه نظيفه وبالتالي ما فيهاش بكتيريا فما يصنعش فيتامين كي. او ان فيتامين كي تد قباله دايكيومارول، هو الدايكيومارول كان ضد فيتامين كي، فلو حصل تسمم دايكيومارول مين اللي يقف خالص؟ فيتامين كي. السبب الثالث دايكيومارول توكسيستي، لو حصل تسمم بالدايكيومارول اللي هو انتي كواجلان فيتامين كي هيقل. والسبب الرابع سيفير لاك اوف فيتامين كي، ان ضايق انك اصلا ما بتاكلش فيتامين كي. جمعنا الاربع اسباب بتوع فيتامين كي ديفيشنسي كده، فيلير اوف ابزوربشن، فيلير اوف سينثيسيس التصنيع، لاك ان دايت
ودايكيومرول توكسيستي. سؤال بقى، اوبستراكتيف جوندس ليدز تو فيتامين كي ديفيشنسي، انتستاينال ديزيز ليدز تو فيتامين كي ديفيشنسي، برولونجد يوز اوف انتي بايوتيك ليدز تو فيتامين كي ديفيشنسي، هايبرسبلينيزم ليدز تو بربرا. بينما لو جيت قلت لك دامج في البون مارو هيؤدي الى بربرا برضه. طب ايه الايفكت بتاعت فيتامين كي ديفيشنسي بقى؟ بيقول لي فيتامين كي ديفيشنسي بيؤدي الى بليدنج، بيخلي يحصل نزيف لانه ادى الى الانهيبيشن بتاع 2 و7 و9 و10 وبروتين اسمه سي وبروتين اسمه اس. انا عاوز اهم حاجه 2 و7 و9 و10. تعال نبص على مرض سيولة الدم اللي اسمه الهيموفيليا بقى. الهيموفيليا هو 6 linked inherited bleeding disease، هما كلهم bleeding بيؤدوا الى نزيف، بس كلهم مكتسبين يعني بسبب امراض. بينما الهيموفيليا الجيناتيك، مرض وراثي، مكتوب عندنا بيقول لك inherited يعني وراثي، وده 6 linked يعني مرتبط بالجنس، بمعنى اصح الام تكون حامله للمرض، والمرض ده تلاقيه بيقوم ما بيجيش في الفيميل، الفيميل تبقى حامله للمرض، بس اللي يلبس الليله كلها هو مين؟ الابن الميل. يبقى بيجي في مين؟ في الميل. ليه؟ الام يا جماعه بيبقى الجينات بتاعتها ايه؟ اكس اكس. هو لما بيجي على اكس كروموسوم، فتلاقي في اكس كروموسوم افكتد، فهي الست اكس اكس وحامله للمرض، ويجي الراجل يبقى اكس واي جوزها الطبيعي، هي مخبيه عنه انها عندها سيوله في الدم اصلا عشان تتجوز، فهي اكس اكس وفي اكس بوم افكتد، انما هو اكس واي. اللي يحصل ايه بقى؟ لو في الكروموسوم بعد كده كوراثه، ده الاكس وده الواي، ادي الاكس والاكس الافكتد اهو. الاحتمالات بقى، ممكن يجي عيل طبيعي اهو، ممكن تيجي بنت طبيعية، بس برضه ممكن الاقي يبقى ايه؟ ذكر مريض مش حامل للمرض، ده مريض، او يبقى الاكس دي مع الاكس دي فتيجي بنت حاملة للمرض، فيفضل الموضوع متوارث في الاجيال اللي بعدها وهكذا. عشان كده لما اجي اقول لك هل ده حاجة مكتسبة ولا حاجة وراثية؟ وراثية انهيرتد. وليه هي 6 لينكد؟ لانها مرتبطه بالكروموسومات الجنسيه. ازاي بقى؟ بيقول لي اول حاجه هي من الامراض اللي انا ما بحبهاش، ترانسميتد باي فيميلز، بتنقل من الفيميلز للميل، يعني مين اللي يكون شايل المرض؟ الفيميل. ومين اللي يلبس؟ الميل. بعد كده الكتاب بيحب الحته دي قوي، فيميل دونت سفر، الانثى لا تعاني من سيوله الدم لانه 6 لينك. هي امتى الانثى تعاني من الهيموفيليا؟ لو الاثنين اكس مصابين. انت عارف يعني ايه اثنين اكس مصابين؟ يعني الذكر عنده سيوله في الدم والانثى حامله، الام حامله، فتيجي البنت بقى البنت المرزقه تقوم جايه واخده الاكس ده مع الاكس ده، تبقى اكس اكس. ده نادر جدا طبعا، نادر جدا، ده قصه حب في قسم الدم عندنا في الجامعه. يعني الاثنين مصابين عندهم سيوله في الدم، تبقى صعبه جدا انها تحصل يا جماعه. مين اللي بيبقى شايل المرض؟ الفيميل. مين اللي يصاب بيه؟ الميل. معنى ان هو بيختار حد عن حد، معنى كلمه 6 لينك ان هو مرتبط بالجنس، هو مرض وراثي طبعا. Injured vessel causes severe hemorrhage for long time. الوعاء لما بيتقطع او لما يتصاب ينزل فتره طويله. اهم كلمه انا محتاجها في الموضوع كله بقى، في البربرا البليدنج كان برولونجد، بس في الهيموفيليا يبقى نورمال. بينما في البربرا الكواجيوليشن كان نورمال، هنا يبقى برولونجد، يبقى عكس مين؟ البربرا. خليك فاكر البربرا البليدنج يبقى برولونجد، ومن الجمله دي هتجيب باقي الجمل على طول. هناك كان بيقول الكواجيوليشن تايم نورمال، هنا الكواجيوليشن تايم برولونجد. هناك كان بيقول البليدنج نورمال، البليدنج برولونجد، اسف، هنا يبقى البليدنج نورمال. وده الفرق الجوهري بين الهيموفيليا والبربرا. الفرق الجوهري الثاني، هي البربرا كان مرض فيه البليتلت، سيان
نمبر او فانكشن، بينما الهيموفيليا هو مرض في عوامل التجلط. عوامل التجلط مين بقى؟ بقول القوس بتاع الهيموفيليا هيريديتري ديفيشنسي، نقص وراثي في العوامل الاتيه. اول عامل هو العامل رقم 8 و9 و11، 8 و9 و11. وهنا لازم اقول لك حاجه، بليتلت باظ يبقى بيرم، 2 7 9 10 اتاثروا يبقى فيتامين كي، 8 9 11 يبقى هيموفيليا. لو فاكتور 8 هو اللي قل نسميها هيموفيليا ايه، لو فاكتور 9 هو اللي قل نسميها بي، لو فاكتور 11 هو اللي قل نسميها سي. الهيموفيليا كم نوع؟ 3. ايه نتيجة نقص فاكتور 8، بي نتيجة نقص فاكتور 9، سي نتيجة نقص فاكتور 11. السؤال ما بيجيش كده بقى، السؤال يجي ازاي؟ مين الموست كومن تايب في الهيموفيليا؟ مين اشهر نوع هيموفيليا؟ هو الايه، بيمثل 83% من الحالات. وما يجيبها لكش هيموفيليا ايه ولا بي ولا سي، يجيب لك الكلاسيك ولا الكريسماس ولا السي. كلاسيك، هل فاكر الكلاسيك هو الاولاني؟ كلاسيك يبقى مين؟ ايه، والكريسماس هو اللي في النص البي، بينما السي سي ما فيهوش حاجه غير كده. احتراما للرئيس يا جماعه، السي سي زي ما هي، ما فيش اسم تاني. يبقى انت عندك اول حاجه الهيموفيليا ايه الاسم التاني بتاعها؟ كلاسيك. والهيموفيليا بي الاسم التاني بتاعها؟ كريسماس. والهيموفيليا سي الاسم التاني بتاعها؟ اولى ولا اعدادي؟ اولى صح؟ لسه. هيموفيليا سي اسمها هيموفيليا سي. عشان كده انا عاوزك على طول تجيب لي جدول المقارنه بين الهيموفيليا والبربرا بقى. جدول المقارنه بين الهيموفيليا والبربرا بيقول الاتي، ان الهيموفيليا بتبقى مرض انهيرتد، يعني انهيرتد وراثي، بينما البربرا هو مرض مكتسب اكواير نوت انهيرتد. تبقى عندك كلمه اكواير انها بتيجي في الامتحان اكواير. الهيموفيليا افكت الميل اونلي، بينما البربرا بيجي ميل وفي ميل ما يفرقش. القوس بتاع الهيموفيليا نقص في مين؟ 8 9 و11، بينما البربرا بليتلتس. هي النمبر او فانكشن. انواع الهيموفيليا اي بي سي، انا عاوز اسم تاني. كلاسيك، كريسماس، سي. تلاقيهم كلهم ماشيين سي سي سي. كلاسيك، كريسماس، سي. من اهم نوع فيهم الكلاسيك. اسالك سؤال بطريقه ثانيه بقى، اشهر فاكتور ممكن يقل في الهيموفيليا هو فاكتور 8. ممكن يسالك بالطريقه دي، ما يسالكش مين اهم نوع، يسالك مين اكتر فاكتور جينيا ممكن يقل؟ 8. بينما البربرا كانت نوعين، يا ثرومبوسايتو بينك يا ثرومبو سيستينك. بينما الهيموفيليا في البليدنج تايم بيبقى البليدنج تايم نورمال، بينما البربرا البليدنج بيبقى برولونج. في الهيموفيليا الكواجوليشن بيبقى برولونج، بينما في البربرا بيبقى نورمال. الحاجه الجديده بقى كلوت ريتراكشن. الكلوت ريتراكشن سلو في البربرا، لقيت اللي بيعمل الكلوت ريتراكشن هو البليتلت. اللي بيعمل الكلوت ريتراكشن هو البليتلت، فلما البليتلت تقل في البربرا الكلوت ريتراكشن يقل، بينما في الهيموفيليا البليتلت سليمه. ده المشكله في عوامل التجلط، فالهيموفيليا الكلوت ريتراكشن بيبقى نورمال. والجزء بتاع الامراض ده بكره هتلاقيه ملغم اسئله. الجزء بتاع الامراض ده ملغم اسئله، ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تقراه كويس، وركز على جدول المقارنه بين الهيموفيليا والبربرا، وجدول المقارنه بين الهيبارين والدايكيومارون. ركز على جدول المقارنه ده وجدول المقارنه ده بعد اذنك ضروري. وده كده عنوان الانترودكشن والبلازما والانتيكواجلانت والهيموراجيك ديسوردر.